السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو هذا. عندنا كوريكسيون دو دوفوار دو كونترول نيميرو 6 مات بالنسبه لامزة اولى ثانوي بروميير اني سكوندير. دونك كالعاده عندنا ليكزرسيس نيميرو 1. توقفوا الفيديو شويه، تاخذوا شويه وقت، جاوبوا على لي كيستيون، وبعد تشوفوا مع بعضنا الكوريكسيون. باهي، هكا كونوا خذيتوا شويه وقت، جاوبتوا على لي كيستيون، شوفوا مع بعضنا الكوريكسيون. ليكزرسيس الاولاني يقول ريزودغ دون ار ار شاكان دي سيستيم سويفون. Petit a, 4x moins 3y égale moins 27, 2x plus 4y égale 14. Double système l'année donc. On a la méthode par substitution, donc on a parlé de la méthode thermobiale, donc on a la méthode elle est très donc on a la méthode ici. 4x moins 3y égale moins 27, 2x plus 4y égale 14. Alors, la première chose, on a l'air de nous faire la même chose. احنا باش نحاولوا نحنا نعملو، نخرجوا الاكس وحدها ومن بعد نعوضوا الاكس في ليكواسيون في وحده من لي زيكواسيون. دونك اخترنا اني سهله باش نخرجوا منها الاكس. تري بيان، اون كافار لهنا هذه اسهل انو نخرجوا منها الاكس، خاطر عندنا هنا 2x دونك 4 14. باش نخرجوا الاكس نقسمو على 2، كل شيء سهل يتقسم على 2 فاسيلمون. دونك عندنا هنا 2x ايغال كوا 14 موان 4y. تري بيان، الاولانيه خليوها هي نفسها نبدلو فيها شيء، تعديو صار من بعد كيف كيف خليوها نفسها هذيك نبدلو فيها شيء. من بعد عندنا x ايغال كوا 14 موان 4y سور 2. اوكي، 14 سور 2 شنو تعطينا؟ تعطينا 7. 4y سور 2 شنو تعطينا؟ تعطينا 2. بالطبيعه عندنا لهنا موان ما نساوش موان 2y، دونك x هي 7x موان 2y. شنو نجيو نعملو؟ نعوضوها في ليكواسيون الاولانيه. دونك 4 فوا x شنو باش تولينا 7 موان 2y، entre parenthèses bien sûr ما تنساوش، موان 3y égale موان 27. دونك لهنا نضربو، دونك 7 فوا 4 فوا 7 28، موان 4 فوا 2 8، موان 8y. نحيو الأقواس بطبيعة، موان 3y égale موان 27. دونك x égale 7 موان 2y، 28 موان لهنا قداش موان 8 موان 3 قداش تجيو مع بعضهم، جينا moins 11 moins 11y égale moins 27. Donc x égale x égale 7 moins 2y. Nous allons faire 28 plus 27. ثمانية وعشرين مع سبعة وعشرين شنو تعطينا؟ تعطينا خمسة وخمسين. خمسة وخمسين إيجال أونز إيغريك، دونك إيغريك هي شنو؟ هي خمسة وخمسين سوغ أونز. خمسة وخمسين هاذيك على حداش نلقاوها خمسة خمسة. كالعادة الإكس هي سات موان دو إيغريك، ديما مخلينها. تخي بيان، أنا لقينا الإيغريك شنو بقى؟ باش نعوضو باش نلقاو الإكس. دونك سات موان دو فوا خمسة شنو تعطينا؟ سبعة إلا عشرة يعني موان تروا. x هي موان 3 والy 5. كي نوصل هنا شنو نعمل؟ ناخذ الx والy اللي عندي ونحوضهم، نحاول نعوض في هذه ونعوض في هذه. كان لقيت النتائج صحاح اوكي، كان لقيت فما غلطه نعاود نثبت لو عندي غلطه. اش معناتها نعوض؟ نجي لهنا ماي 4 فوا x، نعمل 4 في x اللي انا لقيتها في ناقص 3 الا 3 في الy اللي هي 5. كان لقيتها ناقص 27 بيان. في الاثنين نشوفها، لازم نكون نلقى لهنا ناقص 27 هنا ما نلقاش 14 صفر، نلقاو في الاثنين نفسها. انت هنا كي تعمل 4 في ناقص 3 يعني ناقص 12 الا لهنا قداش 3 في 5 هي 15، ناقص 12 موان 15، ناقص 12 الا 15 يعني باش تجمع 12 و 15 مع بعضهم وما بيناتهم موان، دونك موان صحيح جي موان 27. اوكي، هذه فيريفيي الاولى. الثانيه 2 في اكس يعني 2 في ناقص 3 يعني ناقص 6 مع 4 في اي، 4 في اي قداش؟ 4 فوا 5 تري بيان 20، عندك 20 ولنا ناقص 6 يعني 20 الا 6 موان 6 بلس 20 قداش؟
très bien, j'ai le 14. يعني أمورنا واضحة والX والY صحاح. كان لقينا فما حاجة نون فيريفيي وهذه مثلا هذه مشيت وهذه نو نعاودو نثبتو. Petit b, donc, on a x au carré moins y au carré est égal à 456, x moins y égale à 12. Donc, très bien, on a x au carré moins y au carré, et on a x moins y fois x plus y. Ok, comme je suis allé, on a dit x moins y, donc, on a dit 12, on a dit 12, on a dit x moins y, on a dit fois x plus y égale 456. ولهنا x moins y égale à 12 هي نفس هذيك باش نعاودو نستفيدو منها مرة أخرى شنو نعملو نخرجو منها هي ال x هي ال y لهنا خرجنا ال x دونك ال x égale 12 plus y هذه هي معاودة نفسها مرتين من بعد نتعداو لهنا باش نعوضو ال x لهنا بهذي ب 12 plus y باش تولينا كلها y 12 فوا 12 plus y plus y égale 456 دونك شنو هذيا نجمعوهم دونك 12 فوا نخليو هذه كيما من غير ما نضربو خاطر بعد نختزلو بها احسن اسهل دونك 12 فوا لهنا 12 بلس 2 y ايغال 456 وكالعادة نعاودو نكتبو x ايغال 12 بلس y دونك 12 بلس 2 y ايغال 456 سور 12 على 12 هذه قداش تعطينا تعطينا 38 38 دونك 12 بلس 2 y égal 38. شوفنا عايش خلينا 12 من هنا باش من بعد نقسموها فاسيلمون على هذه اسهل x كالعادة هي نفس هذيك 12 مع y هنا 2y شنو تولي تولي 38 موان 12 نهزو الارقام واحدة بعضهم واللي فيهم y واحدة بعضهم دونك لهنا 2y هي قداش 38 الى 12 هي 26 y هي 26 سور 2 26 سور 2 شنو تعطينا تعطينا 13 بعد نعوض هنا ال x عنا ال x هي 12 plus 13 دونك plus y تعطينا 25 دونك عنا ال x هي 25 وال y هي 13 يعني s دون r r 25 13 لهنا كيف كيف نعمل verification دونك تعمل انت x مون y 25 الا 13 ترفع 12 وكي تعمل زادا 25 أو 25 أو كاري 25 أو كاري موان 13 أو كاري باش تلقاها 456. Petit 2, il y a 3 ans, l'âge du père était 7 fois l'âge de son fils. Dans 4 ans, l'âge du fils sera le quart de l'âge de son père. Quel âge ont-ils aujourd'hui? Béhi. هذه الحكاية الكلام هذا عشان باش نعملو باش نحطو في شكل سيستيم بعد نحاولو نخرجو الاج دو بير و الاج دو فيس باهي شوفو بعضنا دونك كيفاش خدمنا الجملة الأولى il y a 3 ans شنو فما عندنا âge du père فما âge du père باهي était cette fois chinois l'âge de son fils. Fallait que nous allions à l'âge. L'âge à l'âge le beau, l'âge ou le doigt. Donc âge du père, âge du fils. B. L'âge du père terminait par exemple l'année X. On peut bien avoir l'âge aujourd'hui. Hein. Âge du fils terminait Y. Kif kif aujourd'hui. Yani عمره اليوم هو x عمره يعني اليوم هو x عمره اليوم هو عمر يعني البو x اليوم عمر الطفل y اليوم داكور هو قال لي il y a 3 ans ركزوا مليح il y a 3 ans يعني قبل 3 سنين شنو صاير لاج دو ايتي سيت فوا قبل ما نوصل المرحله هذه il y a 3 ans شنو نعمل نجي لهنا نكتب x موان 3 يعني عمر البو نقصه منه 3 سنين وكهو 13
Très bien. زاد عمر الابن نقص منه 3 سنين. دونك زاد زاد y موان 3. كتب من هنا بارتي هذه x موان 3 وهنا حاتي y موان 3. بطريقة أخرى لهنا إليا الجملة هذه رينا الجملة هذه إليا 3 ans وحكي أقرأ ليه شنو يفهم إليا 3 ans x إيغال 7 y كانت 7 7 فوا l'âge de son fils il y a 3 ans avec كيفاش نترجمها il y a 3 ans في ايكواسيون في كتيبه مات دونك تري بيان باش نعمل x موان 3 ايغال 7 فوا y موان 3 اللي هي لهنا بالاقل يعني واحد يفهمها il y a 3 ans x ايغال 7 y يعني âge du père était 7 fois âge du fils. نجي انا لهنا نكتب x موان 3 ايغال 7 y موان 3 باش سهل على روحي شنو نعمل نكتب هاك x موان 3 نحط اونتر بارونتيز نحط ايغال باش يهمني شنو الكونديسيون اللي عطاها لي ونكتب هنا y موان 3 اش قال هو قال اج دو بير هو 7 مرات اج ولدو دونك هنا نحط 7 لهنا ايغال 7 فوا اللي هي دون الجمله اللي بعدها دون 4 ans âge du fils, كيف قاعدين نخدموا بنفس الزوج هما عمر الابن sera le quart de l'âge de son père. باهي كيف لهنا x راه نحكيو فيها على عمر الاب والy هي عمر الابن. aujourd'hui باش نلقاهم بعد يعني عمره اليوم. كان انا نكتب x égal 7y وكهو وحده مثلا الاولى من غير ما نحط موان 3 موان 3 يعني نحكي على الكونديسيون il y a 3 ans وما غير ما حطيت 3 ans كي جي نلوج من بعد انا باش نلوج على اعمارهم قبل 3 سنين مش اعمارهم توا اوكي هذاك نحطو هنا موان 3 من هذه وموان 3 هذه وما نغلطوش انه نقص مثلا موان 3 مثلا عند الاكس فقط والاي الاثنين اعمارهم تنقص 3 سنين كيف لهنا دون 4 ans معناتها في 4 سنين جايين معناتها très bien plus 4 يعني انا نجي لهنا نكتب x plus 4 égal y plus 4 وبعد نشوف الكونديسيون هي شنو شفنا شنو عملت انا هنا كتبت x plus 4 حطيت égal y plus 4 بعد هذا زدتو لي بالاخضر دونك هنا عندي دون 4 ans والا بالكتيبه يعني شنو يعني دون 4 ans y وابدا لي بالاج دو فيس y باش تولي ان كار يعني وحده على 4 x داكور نجي لنا نترجمها دونك الانكار نكتبها بحذا x plus 4 ردوا بينا لهنا وكعكست الكونديسيون بدا يحكي على الاج دو فيس دونك y هي اللي باش تكون 1 سور 4 x نجي لهنا بعد ما كتبت هذه دونك 4 ans اللي هو شنو معناتها x plus 4 y plus 4 لهنا نحط وحدة على 4 ده تفسير هذا الكل والكتيبة معناتها جزء للتوضيح كل واحد فهم ديريكت بالطبيعة باش يكتب طول هذه باش يكتب طول هذه ما نكتب شوية دي ديتاي في صورة انه فما شكون ما استوعب شنو المكتوب في صورة انكم فهمتوا المكتوب تري بيان دونك السيستم عندنا x موان 3 ايغال 7 فوا y موان 3 1 سور 4 فوا x بلس 4 ايغال y بلس 4 هذه الترجمة للجملة الأولى وهذه الجملة الثانية هذه il y a 3 ans وهذه دونك 4 ans بعد شنو نعملو هنا نضربوا يعني 7 y وهذه نحلوها دونك x موان 3 ايغال 7 y موان 21 لهنا x سور 4 بلس 1 خاطر 4 على 4 1 ايغال y بلس 4 نجيبوا الارقام بحدا بعضهم باش نخليو السيستيم فاسيلة يولي حاجة تشبه لهذا مكتوبين هنا هكا بالارقام دونك x موان 7 y ايغال موان 21 بلس 3 هذين الاعداد بحدا بعضهم فيهم x y بحدا بعضهم هنا x سور 4 موان y ايغال 4 موان 5 كاو بقى شايطة وترجع لنا السيستيم عادي باش نحسبو كيما مال فينا x موان 7 y شنو تعطينا تعطينا موان 18 x سور 4 موان y هي 3 كالكول هذايا ما عملنا شيء لهنا x موان 7 y ايغال موان 18 لهنا عندنا x سور 4 هذه نحبو نحيو الكات شنو نعملو تخي بيان نضربو كل في الكات دونك لهنا 4x سور 4 تقعد لنا x واضح موان 4y وهذه 3 فوا 4 تعطينا 12 اوكي دونك لهنا عندي
x moins 7 y égale moins 18. L'aîné, nous trouvons une moyenne de c et la n au de moins x. Donc, x égale 12 plus 4y. On va nous faire l'aîné. Donc, il y a 12 plus 4y, yani x, c'est 12 plus 4y, moins 7y égale moins 18. L'aîné, 12 moins 3y, c'est نقص 7y مع 4 تعطيك نقص 3y 12 moins 3y égale moins 18 x égale 12 plus 4y لهنا عنا نجيبوا الأعداد بحث بعضهم دونك لهنا moins 3y هزينا غادي دونك تولي 3y وزيد moins 18 نجيبوا لهنا تولي plus 18 يعني 12 مع 18 تعطيك 3y و x يبقى نفس هذيك الكونديسيون 12 plus 4y دونك 30 12 plus 18, ça fait 30. Donc 30 égale 3y. Y, je suis en train de dire, donc 30 sur 3. Donc 30 à la 3. X égale 12 plus 4y. Y, je suis en train de dire, 10. Donc 30 à la 3, c'est 10. X, je suis en train de dire, 12 plus 4 fois y, il y a 10 fois 10. Donc 12 plus 40, je suis en train de dire, 52. Donc, x, le h du père, le h du fils, le y, le h du fils, le h. Aujourd'hui, béhi, nous avons vérification. Les n'y qui n'a pas soumis nous 3 ans, nous avons vu il y a 7 ans. H et la 3, je n'ai pas d'article, d'article 7. Ou 52 et la 3, je n'ai pas d'article. D'article très bien. 49. هيك دونك 7 x 7 صافي 49 واضح نصور نعاود نفسر دونك كي نقصوا نحنا 3 سنين من هذو نعطي تعطيك هنا 7 من هنا 49 واش قال قال اتي 7 فوا انت كي تضرب 7 في 7 باش تلقى 49 الكونديسيون الاولى بيان فيريفي دون 4 ans يعني كي نزيدو 4 سنين يعني هذه باش تولينا 14 وهذه باش تولي قداش تولي 56 كي نعملو 56 على 4 نلقاوها 14 دونك بيان الريزولتا اللي لقيناه صحيح هذه الفيريفيكاسيون Exercice numéro 2. Toi, pour le vidéo, je vais les questions. Bah, je vais et les corrections. Donc, quand on a dit les questions, je vais et les corrections. L'exercice rôle OIJ est un repère orthonormé du plan. On considère les points A-1, 3, B-3, 5 et C-1, 1. Petit 1, petit a, faire une figure que l'on complétera au fur et à mesure. Donc, l'arcam la tournée. تبع هذه الفيغور كاملة بعد ما كملنا كل شيء عندنا لي بوان A موانز 3 دونك لي نجيو هاك موانز 3 موانز على إكس و 3 لهنا بعد شنو عندنا عندنا 3 5 لهنا 3 5 هاكي ال B وعندنا لهنا 1 1 موانز ال C اللي هي هاذيا 1 موانز هاذوما يعني نقاط A B S كملنا Calculer les distances AB, AC et BC. Donc, distance AB. Aoul moulech, la chanon a ramené. L'ouar, quand vous êtes en fait, directement, aoul haja, tiktib, hédom, le point à ta ramené, que A ou B ou C, quand d'aime, kaka, tchot, tiktib. Bat, de tikhli. Bish, ma tchotch, tchouf l'ouar, par le radi, bat, tarja l'hene, ou kika, tchot, yani. Yad, moins un, tiktib, A ou. يعني سيروا الأخطاء حطوا قدامك هكا أسهل بعد باش نطبقوا قاعدة سهلة دونك اللي هي تخي بيان كالكول ديستونس اللي ما يعرفهاش يرجع للكورة في كل القواعد نواصلوا AB إيغال راسين كاري دو إكس بي موا إكس أ أو كاري بلوس إيغريك بي موا إيغريك أ أو كاري يعني أنت كيفاش تخدم تكتب إكس بي موا إكس أ Sacre parenthèse hot au carré plus YB moins YA, sacre parenthèse hot carré, bat,
تعدي عليهم بطول راسين كاري. نعوضو تو كلو نعوضو و كالكولو هكا هو اكس بي هي 3 موان عندنا الاكس ا لهنا موان زان دونك ميساج حطو بارونتيز يعني موان موان زان باش بعد نعرفو اللي هي 3 مع 1 يعني 4 اكس ايغريك بي موان ايغريك ا اللي هي 5 موان 3 او كاري دونك لهنا 3 موان موان زان يعني 3 بلس 1 4 4 او كاري لهنا نقرا ولهنا 5 موان 2 سي 2 2 او كاري 4 او كاري تخي بيان 16 بلس 4 يعطيونا راسين 20 راسين 20 يعني شنو très bien 4 في 5 يعني راسين كاري دو 4 فوا راسين كاري دو 5 يعني 2 راسين كاري دو 5 راسين كاري دو 4 هي 2 به AC كيف هي في نفس الطريقة XC موان XA أو كاري بلس YC موان YA أو كاري لو تو راسين كاري نعوضو تويك 1 موان موان 1 أو كاري بلس موان 1 XC YC هي موان 1 و Y A هي موان 3 Y A هي 3 يعني أما الموان نقصد يعني موان 1 موان 3 دونك عندك موان 1 موان 3 هي موان 4 موان 4 و 1 بلس 1 موان موان 1 يعني 1 بلس 1 يعني 2 2 أو كاري بلس موان 4 أو كاري très bien عندنا الكاري يعني كان 4 او كاري ولا موان 4 او كاري الاثنين شي يعطيونا 16 4 بلس 16 شنو تعطينا تعطينا 20 دونك راسي كاري دو 20 نفس كيف لقينا الفوق très bien دونك ديريكتومون النتيجه هي 2 راسي كاري دو 5 معنا الكالكول هنا هذا ا بي كالكول هذا ا سي نتعديو الكالكول تويك بي سي كيف كيف هكا حطيت لي بوان قدامي دونك بي سي عندك اكس سي موان اكس بي او كاري بلس يغريك سي موان يغريك بي او كاري لهنا 1 موان 3 او كاري بلس موان 5 موان 1 موان 1 موان 5 او كاري موان 1 هي يغريك سي موان في الوسط هذيك ما بيناتهم 5 اللي هي يغريك بي ب 1 موان 3 شنو تعطينا تعطينا موان 2 موان 2 او كاري بلس موان 5 ديما تعدى موان 5 موان 1 موان 5 معناتها موان 6 موان 6 او كاري ب موان 2 او كاري يعني شنو تري بيان 4 موان 6 او كاري هي يعني كيما 6 في 6 36 Donc, 4 plus 36, c'est 40. 40 qui fait chier ni fakakura. Tariqa sera très bien. On a 4 fois la 10. Ou racine carrée de 4 ou 2. 2 fois racine carrée de 10. C'est bien. L, B, C. On a. On déduit la nature du triangle ABC. عندنا شنو نلاحظوا نلاحظوا اللي ال AB قد ال AC دونك انا AB ايغال 2 راسين كاري دو 5 اي AC ايغال 2 راسين كاري دو 5 اي BC 2 راسين كاري دو 10 يعني شنو عندنا عندنا ال AB ايغال AC هذه قد هذه هذا هو التريونغل الوغ لو تريونغل ABC est un triangle isocèle en A Petit d, déterminer les coordonnées du point D tel que A, B, D, C est un carré. Donc là où je vois là, les coordonnées est un point D, mais il y a un autre point. Mais très longtemps, il y a un A ou le B ou le C, on a un D. Là où je vois le point D, je connais avec un carré. Qu'est-ce que je termine? تو سامبلومون كان هذا يكون عندك كاري انت باش تحطها افتراضيا هكا النقطه اللي هي باش تكون في البارتي من هنا داكور بي شنو هي الغولاسيون اللي باش تخدم بها تري بيان اللي هو عندك الفيكتور ا بي ايغال لو فيكتور سي دي والا اللي يحب ثاني يخدم فيكتور ا سي ايغال فيكتور بي دي المهم يحط غولاسيون فيها ال دي مش خارج دي
Donc, une relation Hévi-Chlantartine, le vecteur AB égale le vecteur CD, yani XB moins XA, YB moins YA, égale XD moins XC, YD moins YC. يعني هذه البارتي هذه الفوقانية إذا ما قد قد وإذا ما قد قد نعوضوا لهنا نحطوا 3 موان موان زان حطينا يعني إكس بي عوضنا والإكس أ عوضنا والإيجريك بي عوضنا والإيجريك أ عوضنا هذاك شنو عملنا 5 موان 3 لهنا نخليهم كيف ما هما باش من بعد نعوضوا يعني دونك إكس دي موان إكس سي خاطر لهنا عندنا اللي لوجوا عليه اللي هي إكس دي موان إكس سي إيجريك دي موان إيجريك سي هذه شنو تعطينا الكالكول تعطينا 4 2 حسبنا لو فيكتور ا بي اللي هو من الاخر ك 2 ايغال لو فيكتور سي دي اللي هو اكس دي موان اكس سي ي دي موان ي سي اكس دي اللي هنا هي شنو تري بيان هي 4 بلس اكس سي ي دي هي شنو هي 2 بلس ي سي يعني اكس دي هي قداش هي 4 بلس 1 و ي دي هي 2 بلس ي سي اللي هي موان 1 يعني بلس موانزا أربعة مع واحد تعطينا خمسة اثنين مع ناقص واحد يعني اثنين إلا واحد شنو تعطيك تعطيك واحد دونك دي كوردوني كوا سانك أن جي أنا لهنا نحط سانك نحط أن نحط البوان نكمل نربطهم ببعضهم البواني باش نلقى الكار نشوف الكاري فوالا هكا ظاهر اللي هو عندي كاري حدا كبير تقيس بالماستر اش تلقى هادي قد هادي هادي قد هادي دونك اوكي اللي لقيناه صحيح دونك ا بي دي سي ايتان كاري كي لقيتها نقطة هكا بعيدة لنا ولا لنا راه عملت غلطة حاول تصلحها دونك الكوردوني هي 5 1 الكيستيون اللي بعد بيتي دو سوا سي لو سيركل دو ديامتر بي سي Petit a, déterminer le centre I et le rayon R de C. Donc, via cercle, je connais C, deux centres de diamètre, BC, BC. Ou le centre, je connais, I. Nous avons là où je vais aller, c'est le centre, I, je ne sais pas, bah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. لوجو على الاي كيفاش لوجو عليه دونك سي لو سيركل دو ديامتر بي سي اي لو سونتر دو سي الوغ اي تري بيان هي لو ميليو دو بي سي كي باش تكون فوسط البي سي فوسط هذيك الديامتر اللي هو بي سي دونك اكس اي و ايغريك اي ايغال ا كوا تري بيان اكس اي هي اكس بي بلس اكس سي سور 2 ايغريك اي هي شنو هي ايغريك بي بلس ايغريك سي سور 2 كيف هذه قاعده نخدموا بها عندك نقطه هي الميليو دان سيغمون دونك باش تخرج لي كوردوني اكس اي ايغريك اي تخدم بالطريقه هذه تاخد الصوم اكس و اكس بي اكس سي ولا اكس ا اللي هو اللي يعني لو دو بوان اللي عطاهم لك اللي يكونوا السيغمون وتقسم على 2 باهي لهنا كالكول دونك 3 بلس 1 2 4 سور 2 سي 2 5 plus moins 1 sur 2, il y a 5 à 1, 4, 4 à 2, 2, donc il y a 2, 2. J'ai un L هنا, on hotte, on hotte l'I, 2, 2. Bahat, n'écho, le compas, on normal, il cercle. Avec un centre I, au diamètre BC. Bish met akad l'I a s'hiha, bish te t'adda déjà, mel A ou mel D. Donc, سي جوست تخدم خاطر هو كريم انا قلنا هذا ا بي سي دي كالكولي لو غيون ار دو سي دونك ال R هي شنو باش تكون إيغال إيغال بي إي هاذي بي إي ولا إي بي ولا إي سي دونك هاكي هي ال R لأن اخترنا بي إي سي دونك شنو نعملو كالكول بي إي إكس إي موا إكس بي هي أو كاري بلوس إيغال إي موا إيغال بي أو كاري بي إي دونك هي دو موا تخوا أو كاري
plus 2, moins 5 au carré. 2 moins 3, c'est moins 1 au carré, plus moins 3 au carré. La tartine est 1 plus moins 1 au carré, il y a 1. Moins 3 au carré, il y a très bien 9. Oui, c'est la tartine à 10. Donc, le BI, il y a racine carrée de 10. Très bien, je connais l'échelle et l'inachna kek. Amène le calcul BC. Bili, il y a chenoua. Ah, il y a 2 racines carrées de 10. On a l'échelle I, mais je suis au milieu de BC. Donc, le cut-à-la heavy, le rayon, on laisse, je compte, je tarde le diamètre où elle est. 2 racines carrées de 10 sur 2, tartine racine carrée de 10. Je n'ai acte de vérification, on a l'échelle, mais on a l'échelle, racine carrée de 10. نجم بطبيعة تكتب طول يعني هذيك سيغ دو وتلقاها راسين كاري دو 10 دونك ار ايكال راسين كاري دو 10 مي كي نستعمل نعملو كالكول مرتين ونلقاو نفس الريزولتا سي ميو دونك ار ايكال راسين كاري دو 10 اللي هو الغيون دو سيركل كيستيون اللي بعدو B, soit E le point de coordonnées atteint 2 plus racine carrée de 6, 4. Montrer que E appartient à C, percer le point E. Mais là, je vais dire E, maouloud à la cercle C. Qui fiche? E est pour maouloud à la cercle C. A est point pour maouloud à la cercle C, on vérifie quoi? Très bien, vérifie que c'est un point heavy. I, mon titre, je sais pas, point heavy, égale à quoi? Égale à R. من المن إقالة R هكا هكا إقالة R دونك لهنا عنا سي إي سي لو بوان مش سي إي سي أ سي لو بوان أ أبارتيان أ سي مخي في السنتر دو سيركل دونك سي لو بوان أ أبارتيان أ سيركل سي ألوغ إي أ إي أ شبيها باش تكون إقال أ R égale racine carrée de 10. Donc, les mêmes nous calculons IE, quel qu'est racine carrée de 10, oui, appartient au cercle. Donc, là, nous calculons XE moins XI, donc, on calcule XE moins XI au carré plus YE moins YI au carré, le tout racine carrée. 2 plus racine carrée de 6 moins 2 au carré, avec 2 moins 2, on a la racine carrée de 6 au carré, plus 4 moins 2, donc 2, 2 au carré. Racine carrée de 6 au carré, tartine 6. Je vais terminer le haja au carré. Tartine, le haja, il faut se faire. Racine carrée de 8 au carré, yani 8. Racine carrée de 20 au carré, yani 20. Racine carrée de 6 au carré, yani 6. Donc, 6 plus 4, changina, gina, 10. Donc, racine carrée de 10. D'où IE égale à R. C'est bien. Qu'il IE, racine carrée de 10, yani, 4 de rayon du cercle. Maintenant, E appartient à C. Qu'il y a qui fait que je vais mettre la note E. Et là, les échappes, on 2 plus racine carrée de 6, ça veut dire, yani, c'est que je n'ai pas besoin de pas de نجي لهنا شحال ثاني عطاني 4 راهو على الإيكغيك فما 4 نجي أنا لهنا نلوج على الكارت ها هي كارت شفناها بعد شنو نعمل نحط أنا الماستر ونشوف أنا هم لي بوان لي باش يقطعو في الكارت من هنا فما وحدة من هنا فما وحدة من هنا أنا نختار هذي ولا هذي تخي بيان باش نختار هذي علاش خاطر لهنا عندي الإكس في النيجاتيف البارتي نيجاتيف لوني هو عطينا الاكس بوزيتيف 2 بلس راسين كاري دو 6 اللي هي كيفاش تعمل لها كالكول تلقى 4 زوج الحكاية دونك باش تاخدها في البوان هذا هذيك الطريقة كيفاش تلقى الاو بالضبط الكيسيون L'écran petit c, déterminer les coordonnées de point F tel que EF est un diamètre de C. EF On a EF est un diamètre de C. Je l'ai toujours à la L F.
نحط الميل وضع او دي اف اف قديش دونك تري بيان الريلاسيون اللي باش نخدمو بيها هي لازم نلقاو الساعة حاجة فيها فيكتور لهنا راه باش طلعو بوان منخدموش بهاداكم ديستونس خاطر ميعطيونيش النقطة بالضبط وين دونك نخدمو بالفيكتور لهنا عندنا كان ال او اف هو قال ديامتر ما باش تكون لهنا باش تسطر عندي كي باش تكون لهنا مي الكوردوني باش نحسبوهم كيفاش عندنا يعني تخي بيان الفيكتور اي اف بلس الفيكتور اي او يعطيونا فيكتور نو علاش خاطر اي لو سونتر دو او اف الوغ اي او فيكتور اي او بلس الفيكتور اي اف ايغال فيكتور نو اي نقطة تكون في وسط قطعة المستقيم هيك راهو الفيكتور اللي يبدا خارج من البوان دو ميليو مع طرف القطعة المستقيم هذه وهذه اش تلقاهم فيكتور نول هذه هي قاعدة راه موجودة في الكوردون اي لو ميليو مثلا دو ا بي الوغ اي ا لو فيكتور اي ا بلس لو فيكتور اي بي ايغال فيكتور نول نواصلو اي اف يعني ايغال موان لو فيكتور اي اف ايغال موان لو فيكتور اي او دونك اكس اف موان اكس او YF moins YE نقصد XF moins XI YF moins YI égale moins نسير سينو moins XE moins XI YE moins YI donc le genet كيفاش تخدمو تكتبو هكا تشوفو البوان هذه الثانية تكتب إكس أو إكس إف تجي البوان هذه إكس إي ولهنا إيغريك إف إيغريك إي ولهنا كيف كيف إكس أو ولهنا إكس إي ولهنا إيغريك أو ولهنا إيغريك إي داكوغ نواصلو لهنا عاود نكتب لها هي نفسها نجيو لهنا نكتبو شنو إكس أو قداش دو بلس راسين كاري دو سيس موان دو ولهنا كات موان دو يعني هذه قداش تعطينا très bien هنا ما يتنحاو 2 موان 2 شنو تقعد تقعد راسين كاري دو 6 ولهنا 2 يعني اكس اف ايغال كوا ايغال اكس اي هذين هذي غادي موان ننساوش الموان هذيا موان راسين كاري دو 6 و ايغريك اف ايغال اكس لهنا غلطة بي هذي ايغريك Y i moins donc y i moins 2. خاطر i عنده نفسه هو 2 2 هذاك انا هنا غلط كتبت x دونك لهنا y i moins 2 داكور ال x f هي شحال باش تكون 2 دونك نعوضو معناتها 2 موان راسين كاري دو 6 ولهنا 2 موان 2 دونك لقينا 0 في الـ y ولقينا 2 موان راسين كاري دو 6 في الـ x تخي بيان باش نعرفو واحنا راه خدمنا صحيح نحنا كي نجيو نشدو ماستر شفنا ذي كي الدروات هذه تشد الماستر كي وتسطر انت اي او وتشوف وين باش تقطع الدائرة السيفين شرقها تقطعها في البوان هذيا اللي هي اف واللي هي سور هذي لاكس دي زابسيس يعني اللي هنا على الـ y عندها صفر نحنا تخي بيان لقينا زيرو ولهنا لقينا دو موان راسين كاري دو سيس اللي هي حاجة نيجاتيف تخي بيان دونك كله صحيح الاف كوردوني اف هي دو موان راسين كاري دو سيس زيرو